ذوي الهمم قوة فعالة في التغيير، شعار تبنه المركز الجهوي للمعاقين جسديا احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم قوة إضافية للمجتمع بإشراك جميع المتربصين الموهوبين من هذه الفئة وعرض إنجازاتهم المختلفة. إنكم عناصر فعالة ذات إسهام في بناء الوطن وتنميته، فبعزيمتكم ترسمون معنى التحدي والإصرار على الانخراط في دعم المسار التنموي للبلاد. تسهيلات قدمتها وزارة التعليم والتكوين المهنيين لهذه الفئة للالتحاق بمراكز التكوين من أجل العمل على تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. منح رخصة تخفيض المستوى الدراسي بسنة واحدة للالتحاق بالتخصصات من المستوى الأول والثاني والثالث، وكذا الأولوية لهذه الفئة في الاستفادة من الإيواء. فئة تحظى بالاهتمام التام من طرف الرئيس تبون، وذلك بتسليط الضوء على مواهبهم ودعمهم وتمكينهم من الولوج إلى عالم الشغل وإشراكهم في تحقيق التنمية المستدامة.